انا عرفت انه كان في اعتراض من النجمه شريف منير عليكي في البدايه، يعني ما اعرفش ده بجد مظبوط. كان طب في وتعاملتي معاه ازاي؟ اوكي، استاذ شريف طبعا انا بكنله كل الحب والاحترام بجد، لانه اول لما حس باجتهادي وانه انا عايزه الدور وبشتغل عليه، ما كانش مصمم على موقفه، يعني على طول غير رأيه غير فيكي، رأيه يعني مكسوفة تقولي غير رأيه فيكي. وعلى طول كان بيساند وبيسند. انا مقدره، يعني لما عرفت الرفض ده شيء بالنسبه لي متوقع، ما كنتش مخضوضه ولا متضايقه، وضع طبيعي. هو نجم العمل، المسلسل على اسمه، وطبعا استاذ صلاح عبد الله، وهشام استاذ ميمي جمال، اسماعيل وكل وميمي طبعا جمال الحلوة. شارلوبي فدا، كل الناس. بس طبعا ليه الهام دور ليلى يعتبر دور محوري او بطولي كبير، مساحته كبيره والشخصيات بتلف معاها طول المسلسل، فطبيعي. فكان الرد انه من جهه الانتاج، استاذ البروديوسر كريم كريم، ابو ذكري كريم ابو ذكري، بكنله كل حب بنحييه واحترام على طبعا ثقته فيكي، طبعا. وانه تشبثه بيكي كان عنده بعد نظر. انا في كل حته بقول انا بكنله بجد امتنان، لانه دايما يعني في ناس تقعد تقول لك كانوا من ايام ما عملت اول عمل، انت شاطره، انت كويسه، بس ما حدش بياخد المجازفه الكبيره دي، او ده حقيقي. فهو عمل ده. لا هي كانتش مجازفه، كانت حاجه محسوبه. هو لا، خلي بالك، ما شاء الله. قبل بتبقى مجازفه، يعني دلوقتي عشان الناس ممكن تبقى شايفه نتيجه فممكن تكون فرحانه بيها شويه، بالظبط. لكن هو كان شايف حاجه ما كانش حد تاني شايفها، فهو كان بيحارب لده. لك انت ممكن تبقي مذيعه، كنت مذيعه شاطره وكنت ملكه جمال مصر، لكن ممكن تبقي قدام الكاميرا في الدراما ومع وحوش، يعني انت قدامك وحوش، ده يعني حقيقي، شريف منير، استاذ صلاح عبد الله، ده هشام اسماعيل، استاذه ميمي جمال. حقيقه كانت اداء مبهر لدرجه ان انا عملت سيرش عليكي اشوف مين دي زي ما الناس قالوا على السوشيال، طلعت امتى؟ وبعدين فكرتك مثلا بنت فنان، بنت فنانه واخده موهبه، لان ما فيش حد في العيله خالص كده. لا خالص، يعني ما عنديش اي، بالعكس انا بادئه، من بدري قوي لوحدي. وعشان كده لما استاذ شريف قال انه انا شايف ان الدور ده كبير يستحق حد تقيل يعمله، مستوعبه، لان تقيل يعني شخصيه ليلى السهل الممتنع، ايوه تبان طبعا بسيطه طبعا، بس يا تحبيها يا يعني يا هتعرفي تعمليها بتلقائيه يا اما عندها مش حضور. هتتقبلي. فاستاذ كريم البروديوسر قال صدقوني انا عارف انا بقول ايه، وبدانا، وبعد كده الحمد لله كل حاجه وبعدين بقت انت كويسه بقى الحمد طالعه لله. اول مشهد تزعقي لشريف منير في اول مشهد كده لسه بنستفتح. طب ايه عملتيها برضو؟ اول لما طبعا فنانه وقادره تعملي ده، لكن اكيد كانت اول، احنا بيجي لنا الاوردر بتاع المشاهد، ايوه. فانا اول يعني كنت طالبه من البرودكشن انه ايه رايكم تبقى اول الحلقات، يعني رفعت السماعه كده عملت الواجب بتاعي، ايه رايكم ان اول حلقات تبقى الحلقات الظريفه اللي احنا بنضحك فيها بتاع. فجالي الاوردر، مش قادره اكلم حد، جالي الاوردر اول مشهد بزعق، اول مشهد الصبح بصور مع استاذ صلاح عبد الله الفار، بنمسي عليه طبعا يا عم طبعا صلاح الجميل، بحبه جدا جدا وهو بيحبني جدا. وتاني مشهد بالليل انا بزعق لاستاذ شريف بقول له، بقول لك ايه يا راجل انت، فمشهدين قلت لهم طب معقوله، طب جيبوني اول مشهد مع صحابي، مع شرنوبي، مع حازم، مع يعني مع رحمه، معقول؟ شرنوبي احنا ناسيين نحييه. لا طبعا انا قلت جميل، اسمه وليكوا طبعا اغنيه طبعا في الخطوبه جميله طبعا، ورائع في التتر كمان. لا شرنوبي خطير ورا الكاميرا وقدام الكاميرا، يعني كواليسه جميله جدا.